أن ما ذكره المصنف في كتابيه النور والمختارات من أن خطبة الجمعة تشتمل على موعظة وتذكير هو إعلام بالمراد منها، فخطبة الجمعة للوعظ والتذكير وليست منبرا إعلاميا يقال فيه ما يشاء المتكلم أن يقوله، فهو مخصوص بمراد شرعي أن تكون للوعظ والتذكير، فيذكر الناس بما يقربهم من الله سبحانه وتعالى ويوعظون بما يرقق قلوبهم. وابن القيم رحمه الله كلام نافع في صفة الخطبة النبوية، ثم ذكر ما جرى من انقلاب الأحوال وتغيرها في خطب الخطباء بهجر صفة الخطبة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، والناس اليوم أحوج إليه، فإن الخطب اتسع والأمر عظم بتوهم أن خطبة الجمعة منبر إعلامي يقال فيه كل شيء، حتى صار يقال ينبغي أن يعلو المنبر يوما طبيب يبين لنا أسباب الوقاية من الأمراض، ثم يعلوه ثانية اقتصادي يبين سبل توفير المال، ثم يعلوه ثالثة ميكانيكي يعرف صيانة السيارات ليبين للناس طرق إصلاحها عند عطبها في طرق السفر، وهي سلسلة لا تنتهي يقويها هذا التوهم الذي يظن فيه أن المنبر يوم الجمعة وسيلة إعلامية، وليس كذلك، وإنما هو موضع ذي صفة ذو صفة توقيفية بجعل الخطبة للتذكير والوعظ والإرشاد، وجدير بطلاب العلم أن يتحققوا بهذا وأن يتحروا إصابة المقصود الشرعي في الخطبة بأن تكون وعظا وتذكيرا للناس.